معانا بيض بيض مسلوق هنزغلله. طبعا يزغلل بالزبده بالسمنه او يزغلل بالزيت. ودخن اهو، يبقى ايه، مش محتاج اكتر من كده. وهناخد على قد ما احنا عايزين مثلا كده مثلا. اوكي لطيف. ونحضر مثلا حاجه نطلع عليها البطاطس. اوكي كراميشو كراميشو. ونفرد اوكي. ناخد بقى ايه مثلا، لايك هغرف هنا مثلا في دي، اخد 3 بيضات، 1 2، عايز بيض مش كبير قوي، 3 كويسين، 3 دول. ونحط البيض. مش عايزه تقيل قوي. حالا بالا حالا بالا حالا بالا حالا بالا مع التقليب المستمر جدا جدا جدا. اوكي اوكي نديها كريمة. مش هتزيدوا الملح قوي لان هي الجبنه طبعا تبقى مملحه. خلاص غلينا، نحط الجبنة، 80 جرام جبنة تقريبا، ونقلب. نرفع كده من على النار ونقلب. خلاص كده يلا. بسم الله الرحمن الرحيم.